السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ الفيديو ده اخر جمعة في رمضان، مسابقة اخر جمعة هعلن فيه عن اسم الفايزة في المسابقة اللي فاتت، وهي سارة جمال. يا ريت يا سارة تتواصلي معايا علشان اعرف ازاي اوصلك الهدية، وحظ سعيد ليكم، واللي مكسبش ما يزعلش. دي مسابقة ترفيهية عادية، وعارفة ان الديرما رولر كانت عاجبة ناس كتير جدا، وكان في ناس كتير جدا عايزينها ومحتاجينها. فيا ريت يا جماعة اللي يبيعها بسعر كويس، ويكتب برضو في التعليقات للي تباعها عشان البنات يعرفوا يتواصلوا معاها، لان فيها فعلا في بنات كتير محتاجينها جدا، وسعرها بيبقى عالي او مش متوفره. فاللي بتوفرها وبسعر معقول في اي بلد وفي اي مكان، يا ريت تكتب عشان اللي محتاج ديرما رولر يتواصل معاها على طول. هديه اخر جمعه في رمضان عباره عن 32 فرشة ميك اب هتنفعك وهتقعد عندك مدة طويلة جدا، جودتهم كويسة، وفي من كل فرشة هتلاقي منها اتنين. يعني انت لو حابة تقسمي الفرش دي بينك وبين صاحبتك، او بينك وبين مامتك او اختك، زي ما انت حابة. مسابقة اخر جمعة في رمضان عبارة عن سؤال، والسؤال هو: هل برامج التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك وانستجرام وتويتر وسناب شات، البرامج دي مفيدة فعلا ولا مش مفيدة؟ في ناس حاسه ان هي دي مفيده جدا، وفي ناس حاسه ان هي مش مفيده، وفي بيقولوا ليها عيوب وفي ليها مميزات. فحابه اشوف رايكم فيها ايه. بس هو ده سؤال المسابقه، واعلان اسم الفايزه ان شاء الله هيكون الجمعه الجايه يوم 8/7، وهنشوف مين اللي فازت. وحظ سعيد ليكم، وكل سنه وانتم طيبين، وينعاد عليكم بالف خير. مع السلامه.